سلام من الله عليكم متابعي قناة هل تعلم؟ إليكم اليوم 10 اختراعات يجب أن تكون في كل مكان. إطارات الدراجة، لماذا لا يمكن أن تكون مصنوعة من المطاط الصلب؟ هذا السؤال يطرحه كل شخص لديه ثقب في عجلة دراجته. اتضح أن ذلك ممكن، لكن توجد 3 مشاكل: الوزن الكبير، والمقاومة الضعيفة للصدمات، واحتمالية خروج الإطار من الحافة. لكن إحدى الشركات الكورية قامت بذلك وصنعت هذه الإطارات الصلبة المصنوعة من مادة البوليمير المعدن. الشركة تقول إن هذه العجلات صالحة لمسافة 15,000 كيلومتر، وسعرها مشابه لسعر العجلات العادية. المآخذ المتمددة. فكرة وجود مأخذ كهربائي في الهواء الطلق عمرها أكثر من 100 سنة، لكنها لم تتحقق إلا على يد المصمم ميسام مواخدي. هي نفس المآخذ القديمة، ولا شيء هنا معقد. الشيء الجديد هو أن السلك يمكن أن يتم تمديده بنفس طريقة تمديد سلك المكنسة الكهربائية، ويتم تركيب الأجهزة في المقبس المتنقل. الآن يمكنكم الاستغناء عن أسلاك التوصيل الاحتياطية في المنزل، حيث يمكن بسهولة توصيل أي جهاز في أي مكان بالقرب من منزلكم باستعمال هذا الابتكار. آلة توزيع البيتزا. من السهل اليوم طلب البيتزا في أي مكان في العالم، عليك فقط الانتظار قليلاً بينما تقوم هذه الآلة بتحضيرها في غضون دقائق معدودة. بالطبع تم اختراع الآلة في إيطاليا، لكن يمكنكم العثور عليها اليوم في العديد من الجامعات والأماكن العامة عبر العالم. أفضل شيء في الآلة هو أن البيتزا طازجة، حيث يتم تحضيرها مباشرة بعد طلبكم. يمكنكم الحصول على البيتزا من هذه الآلة مقابل 5.95 دولاراً، بينما سعر الآلة 10,000 دولار. عربة التسوق الحاسبة. كم عدد المرات التي أردتم فيها تحديد سعر مشترياتكم أثناء تواجدكم في مراكز التسوق، خاصة عند شراء العديد من الأغراض؟ في الغالب لن يكون استعمال الهاتف مريحاً، ولذلك تم اختراع هذه العربات التي لا تساعد على حمل أغراضكم فقط، بل إنها تعمل مثل محاسب المتجر. الآن يمكنكم تحديد المبلغ الإجمالي للمشتريات قبل الذهاب إلى صندوق الدفع. سمارت بين. نظام سمارت بين هو نظام بسيط وفعال لمراقبة حاويات القمامة وتحديد تلك التي تحتاج إلى تفريغ. يسمح النظام باكتشاف درجة امتلاء الحاوية عن طريق الموجات فوق الصوتية وتوجيه عمال النظافة نحو الحاويات الممتلئة، وهو توفير للوقت والجهد والوقود. ويمكن التحكم في البرنامج من غرفة التحكم عن طريق الحاسوب، حيث يقوم المراقبون بإرسال فريق العمل إلى الحاويات الممتلئة فقط. مقبض الباب السفلي. ليس فتح الباب باليدين مناسباً دائماً. أحياناً من الأفضل استخدام القدمين، خاصة في الحالة التي تكون الأيدي فيها مشغولة أو في الحالة التي يكون فيها مقبض الباب تالفاً. أطلق طلاب جامعة مينيسوتا سنة 2011 شركة ناشئة لتصنيع نوع جديد من المقابض التي يتم استخدامها بالقدم. هذا الابتكار الصغير أثار اهتمام العالم، وتم تصنيعه بعدة ألوان وبيعه على الموقع الرسمي للشركة مقابل 39.95 دولاراً. مسار الدراجات المتوهج. اللومينوفور عبارة عن بوليمير قادر على امتصاص أشعة الشمس أثناء النهار والتوهج في الظلام. في مدينة لودز البولندية قررت الحكومة طلاء مسارات الدراجات الهوائية باستخدام هذه المادة، حيث كانت المشكلة الأكبر لسائقي الدراجات الهوائية أن تلك المسارات لا تظهر في الظلام، وبعد طلائها بهذه المادة أصبحت واضحة جدا حتى في الليل. هذه المسارات أصبحت مفيدة لراكبي الدراجات الهوائية، خاصة في الأماكن التي لا توجد بها إنارة عمومية. نظام تنظيف الطرقات. حل المهندسون الكوريون العديد من المشاكل في آن واحد من خلال اختراع بسيط. ما ترونه الآن هو نظام صغير يطلق رذاذ الماء في الطريق لتنظيفها. نحن لا نرى هنا الأوساخ المتراكمة أو أي شيء آخر على حافة الطريق. هذا النظام المصمم بذكاء أتاح استخدام مياه الأمطار للتخلص من الآثار السلبية لتساقط الأمطار وتراكم الأوساخ في الطرقات. وأخيراً، إشارات المرور الذكية. في المدن الضخمة يخسر السكان الكثير من الوقت عند التنقل من مكان إلى آخر، وأكثر من يعاني من ذلك هم مستخدمو النقل العمومي. للأسف لا يمكن أن نعجل حركة المرور، لكن هناك استثناءً. في مدينة نيويورك تم إجراء تجربة لإعطاء الأولوية للحافلات في الطرق المزدحمة، حيث تم تركيب جهاز استشعار على هذه الحافلات. وإذا استقبلت إشارات المرور إشارة من الحافلة، فإن الضوء يتحول إلى اللون الأخضر ويسمح للحافلة بالمرور. وبهذه الطريقة تم توفير 20% من الوقت. إن أعجبكم موضوع اليوم من قناة هل تعلم، فلا تبخلوا بالإعجاب والاشتراك. يمكنكم أيضا متابعة فيديوهاتنا السابقة.
جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم؟